يا مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة تي في في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة وبرنامج في النور. مع الأسف النهاردة لليوم الثالث على التوالي مستمرين في ان احنا بنشوف حادثة جديدة وانهيار عقار جديد. محدش كان يتوقع ان احنا ثلاث أيام متتاليين نلاقي فيهم كل يوم حادثة جديدة، كل يوم وفي أماكن مختلفة. النهاردة مع الأسف انهيار عقار جديد في حي الخليفة في محافظة القاهرة. الأنباء حتى الآن أن العقار ما انهارش بالكامل، لكن اللي انهار هو سقف الدور الثالث اللي هو تقريبا آخر دور في هذا العقار، وقع على الدور الثاني والدور الأول، نتج عنه وفاة سيدة، وما زالت يعني عمليات البحث مستمرة لانتشال الجثامين في حالة وجود يعني أشخاص آخرين تحت الأنقاض. مع الأسف الحوادث دي بقت يعني سخيفة جدا ومؤلمة جدا، نحن كل يوم نشوف حادثة بهذا الشكل وفي أماكن مختلفة. وأقاويل أيضا أن العقار ده كان صادر لقرارات إزالة من أكتر من 30 سنة، ولكن هذا القرار لم يتم تنفيذه. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن عقار الخليفة النهاردة، ويعني أحدث الأعداد أيضا الخاصة بضحايا هذا الانهيار. معنا على التليفون الأستاذ طه هاشم الصحفي المتخصص في شؤون الحوادث. مساء الخير يا أستاذ طه. مساء الخير يا أستاذ ياسمين. حكي لنا إيه قصة عقار الخليفة، وهل فعلا كان صادر ليه قرار إزالة من أكتر من 30 سنة؟ يعني هو احنا بنقول ان كارثه انهيار العقارات لا زالت مستمره، زي ما حضرتك قلت كده احنا للثالث يوم على التوالي عندنا في انهيار عقارات. كان عندنا اول امبارح انهيار عقار رشيد في البحيره. امبارح كان عندنا انهيار عقار منطقه حدائق القبه، واللي اثر على وفاه 13 شخص للاسف، ووجود اصابه حوالي اربعه. النهارده منطقه الخليفه شهدت هي الاخرى حادث انهيار عقار مكون من اربع طوابق ارضي وثلاثه حلوي. اللي انهار هو سقف الطابق الثالث، وانهار على سقف الدور على سقف الطابق الثاني والاول، واثر عن وفاه سيده عمرها حوالي 70 سنه تدعى الحاجه مجدة، واصيب رجل وسيده اخرين في الحادث. لحد الان انتهت عمليات البحث تحت الانقاض. الحمد لله، يعني مش هنقدر نقول غير ان البيت ده ناجى من كارثه محققه، لان بيسكن فيه خمس اسر كامله. الحمد لله تم استطاع رجال الحمايه المدنيه بمعاونه الاهالي من انقاذ الجميع. للاسف العقار صدر لي قرار ازاله منذ عام 1990، يعني حوالي 33 سنه. من 1990 وفي قرار ازاله. من 1990 عقار حدائق القبه امبارح كذلك كان صدر لي قرار ازاله من عام 1992 ولم ينفذ. فاحنا عاوزين نفس يعني القصه. بنناشد رجال الاحياء، بنناشد المسؤولين انهم يراجعوا ملف العقارات المعرضه للانهيار، العقارات اللي صادر لها قرارات ازاله، العقارات اللي صادر لها قرارات ترميم سواء جزئي او كلي، عشان يشوفوا الملف ده. مش كل يوم هنشوف عقارات بتنهار وبيروح فيها ضحايا. هل عرفت يا استاذ طه يعني ليه كان صدر قرار ازاله لهذا العقار؟ بنتكلم من سنه 90 وفي قرار بهذا الشكل، هل كان البيت متهالك وبالتالي صدر ليه هذا القرار، ولا ايه الاسباب؟ اغلب البيوت في المناطق الشعبيه زي الخليفه وحدائق القبه وغيرها بيكون في تاكل في الجدران بتاعت البيوت دي، لانها بتكون مبنيه من فترات طويله، من الاربعينات والخمسينات، لانها كلها تعتبر مناطق تاريخيه. بس للاسف يعني التنفيذ، يعني الاهالي ما بينفذوش او اصحاب العقارات ما بيلتزموش بتنفيذ اعمال الترميم الكامله. تآكل الجدران، يعني هنشوف في أغلب البيوت في الحواري هناك في تآكل في الجدران وفي الحيطان من غير تنفيذ لأعمال الإزالة أو حتى الترميم الجزئي لهذه العقارات. طيب وضع باقي العقارات اللي موجودة حول المنزل المنهار النهاردة إيه؟ أجهزة الأمن أخلت بعض العقارات لحين فحصها عن طريق رجال الأحياء. وإذا كان ثبت سلامتها، يعني مش هتأثر على السكان، هيتم إعادة السكان لها مرة أخرى. امبارح شفنا عقار حدائق القبة أثر على عدد كبير من العقارات اللي حواليه، يعني تسبب في انهيارات في حوالي ثلاث عقارات بجواره، ده غير حوالي أربعة تانيين
كانوا متأثرين بشكل جزئي وتم إخلاءهم من السكان. عادت بعض الأسر إلى حوالي 4 عقارات هناك، لكن تبقى 3 اللي هي شهدت انهيار البلكونات بتاعتها والحوائط الجانبية. طيب بمناسبة عقار حدائق القبة اللي انهار امبارح، هل في جديد عن انتشال الجثامين أو عن كمان مجريات التحقيقات في هذه الواقعة؟ هي خلاص تم كده الانتهاء من انتشال جميع الضحايا، وصل عددهم ل 13، كان آخرهم سيدة، وقبلها كان في صعوبة كبيرة جدا كمان في أعمال الإنقاذ امبارح، لأنه الحارة ضيقة فلم تسمح بمرور السيارات الإنقاذ الكبيرة، مما اضطر رجال الحماية المدنية لاستخدام الحاجات البدائية والمعدات الخفيفة من أجل رفع الأنقاض، وده اللي تسبب في ارتفاع عدد الضحايا ووصولهم ل 13. البيت عدد سكانه كله حوالي 14 واحد، مات منهم 13 واتصاب واحد، يعني نسبة الخسائر للأسف كانت 100% امبارح. يعني كانت كارثة بكل ما تحمله الكلمة. النيابة العامة أكدت المعلومات إنه صاحب الدور الطابق الأول هو المتسبب في هذه الكارثة. كان بيعمل مطبخ على النظام الأمريكي، فقام بتكسير العمود الحامل للعقار نفسه عشان كان بيفتح المطبخ، يعني حيطة المطبخ كانت السبب في انهيار هذا العقار. المشكلة انه جيرانه بقى سكان العقار كانوا حذروه من هذه الافعال وقالوا له انه البيت مش هيستحمل، وهو عمل حاجة او خطوة بهذا الشكل، هو كان صادر قرار يعني ازالة لهذا البيت بسبب ان هو كان مهدد بالفعل. ارجع مرة تاني لحادثة النهاردة يا استاذ طه، وهل في تحقيقات حول هذا العقار ولماذا لم يتم تنفيذ قرار الازالة، وفي اي حد يتم اتخاذ تجاهه اي اجراء في هذا الطاقة قصير خلينا نقول؟ طبعا اجهزه الامن انتقلت لمكان الواقع على الفور، في فريق من النيابه العامه حاليا بيعاين العقار، في لجنه فنيه هيتم تشكيلها لتحديد المسؤول عن سبب الانهيار، وهيتم مناقشه المسؤولين في الموضوع ده اللي لم ينفذوا هذه القرارات، يعني متابعه قرار الازاله، وان شاء الله نشوف يعني عقاب رادع لكل من اهمل في هذه الوقائع. أنا بشكرك جدا أستاذ طه هاشم الصحفي المتخصص في شؤون الحوادث، طبعا بنقدم تعزياتنا في وفاة السيدة ضحية انهيار عقار النهاردة في حي الخليفة في القاهرة. ولكن نرجع مرة تاني للمحليات ولرؤساء الأحياء وللقائمين على هذه البيوت المتهالكة، هذه البيوت الصادر تجاهها قرارات إزالة. احنا يمكن الأيام اللي فاتت اتكلمنا وقلنا فين الناس دي وفين شغلهم، احنا النهاردة جايين بنقول لكم احنا مش حامل نشوف بيت تاني بيقع ولا أسر تاني بتروح ضحية حوادث بهذا الشكل. لو هنوصل لمرحلة ان احنا يعني نقول لكم أرجوكم انزلوا شوفوا شغلكم، هنقول لكم أرجوكم انزلوا شوفوا شغلكم. لو نوصل لمرحلة ان احنا نتيجة تخوفنا من هذا التراخي او هذه المشاكل نقول لكم على الاقل يعني حاولوا تحلوا الازمة بقدر الامكان ولو بنسبة، وخطوة في التانية المراحل تزيد، هنقول لكم نشتغل على هذا الملف في مراحل مش لازم نشتغل عليه يعني بشكل كامل، لكن يكون في تحرك، يكون في بداية حل، يكون في بريق أمل في أزمة العقارات المهددة بالسقوط في أكتر من محافظة عندنا في مصر. الحوادث متتالية وبوتيرة سريعة جدا في الأيام الأخيرة، النهاردة ثالث يوم على التوالي بعقار جديد بحادثة جديدة بأسر كانت مهددة بالكامل أن هي تفقد في هذه الانهيارات. نروح من سلسلة الانهيارات لترند منتشر جدا على كل منصات التواصل الاجتماعي، ولو هنتكلم على الترند ده فهو مش بس على مستوى مصر لأنه متعلق بمغني أو مؤدي راب، هذا النوع من الغنى نجم عالمي من أشهر النجوم في هذا المجال ترافيس كوت. كان من المفترض أن عنده حفلة في مصر يوم 28/7 الجاري، ولكن الأيام اللي فاتت كان حالة من الجدل كبيرة جدا على منصات التواصل الاجتماعي حول شخص هذا المغني أو هذا المؤدي. الناس كانت رافضة، أو قطاع من الشعب المصري كان رافض أن هو يجي عندنا في مصر ويعمل حفلة ضخمة تحت الأهرامات في الجيزة. ليه كان في حالة من الرفض؟ لأن الناس شايفة أن هو بيروج لثقافات لا تتلائم مع الثقافة المصرية، وأن كان في سوابق في حفلات هذا الشخص بأن يكون فيها أعداد كبيرة جدا بتوصل لدرجة أن الناس بتدخل هذه الحفلة ما بتخرجش منها،
في ناس بتفقد أرواحها داخل حفلة هذا المغني ترافيس سكوت نتيجة التدافع والتزاحم وكل هذا الكلام. فكان في جدال كبير قوي وأقاويل كتيرة قوي نحن مش عايزين هذا الشخص يجي ويعمل حفلة عندنا في مصر. لكن كان في فريق تاني شايف أن ده المغني الأشهر في مجاله اللي جاي من الولايات المتحدة الأمريكية، اللي على الأقل كده في حسابه على تطبيق إنستجرام فيه 50 مليون شخص بيتابعه، 50 مليون شخص بيحب هذا الشخص، وكانوا في انتظار حفلته في مصر اللي هيطلق فيها ألبومه الجديد المنتظر يوتوبيا. فبالتالي الناس بقت شايفة ان هو شيء مهم جدا ان هو يجي عندنا في مصر وينفذ ويقوم بإحياء هذه الحفلة. جديد النهاردة ان نقابة المهن الموسيقية عندنا في مصر تدخلت في الموضوع وقالت ان هي كانت بتتابع كل حالة الجدل اللي كانت منتشرة الفترة اللي فاتت، وبتشوف الفيديوهات وبتشوف الآراء والمقالات المكتوبة عن شخص هذا المغني أو هذا الرابر، وتوصلوا في الآخر بما أنها الجهة المنوطة أن هي تدي التصريحات لإقامة الحفلات في مصر أن هي تلغي تصريح وتراخيص حفلة ترافيس سكوت اللي هتقام في منطقة الأهرامات. هل الإلغاء يعني يجوز قبل الحفلة بعشر أيام؟ ده سؤال. السؤال الثاني، هل فعلا هذا الشخص كان هيضر بصورة مصر زي ما تم يعني الادعاء او القول خلال الفترة اللي فاتت ان هو لما يجي عندنا في مصر يبقى احنا كده بنروج لافكار ويبقى احنا كده بندعم هذه الافكار فده هيسيء لسمعة مصر وصورة مصر، مع العلم ان هو كان اقام حفلات في دول عربية اخرى بالفعل خلال يعني الفترة اللي فاتت. على كل حال خلينا نخرج نشوف كده عرض معلوماتي عن هذا الرابر او هذا المؤدي ترافيس سكوت ونرجع نستكمل مرة تانية. كلها ان حتى الان الناس منقسمه ما بين ان بقرار نقابه المهن الموسيقيه الحفله اتلغت وما بين ان لم يعلن هذا المغني على صفحاته ان الحفله اتلغت، وان في مصادر بتقول ان الحفله قائمه في نفس ميعادها يوم 28 في منطقه الاهرامات عندنا في مصر. ايه الاكيد في هذا الموضوع؟ وبرضه نعرف من هو ترافيس سكوت وهل فعلا ممكن يسيء الى سمعه مصر؟ معانا على التليفون الاستاذ مصطفى الكيلاني الناقد الفني. مساء الخير يا استاذ مصطفى. مساء النور يا فندم. اولا هل الحفله هتتعمل يوم 28 ولا الحفله اتلغت؟ ولا حد فاهم اي حاجه. يعني حرفيا احنا كجمهور كصحفيين كنقاد محدش عارف الحدوته هتتعمل ولا لا. اوكي؟ تمام. اول حاجه. ثاني حاجه انه الكلام بتاعنا خط الموسيقيين لا يعني ما اظنش انه هيسري على حفله بالشكل ده. وهو السؤال يا فندم مثل هذه الحفلات هل قبلها بعشر ايام ممكن يتم الغائها؟ واحنا بنتكلم ده يعتبر نجم عالمي في مجاله في مجال الراب او هذا النوع من الغناء يعني، فبالتالي قبل عشر ايام بهذه السهوله يصدر قرار بالغاء تراخيص اقامه الحفله؟ ما هو احنا لما يكون نقابه الموسيقيين بالشكل ده المؤسسات الثقافيه بتاعتنا بالشكل ده انا بصراحه ما بقدرش استغرب حاجه من كتر ما احنا بنشوف انه احنا عندنا نقيب موسيقيين يتفرغ لانه يعمل بيان يصدر بيان ضد مطرب عضو نقابته اللي هو احمد سعد
في أزمة حصلت مع منظمة حفلات في تونس. في تونس. فيقرر إن هو بدون ما يحقق معاه بدون أي حاجة يصدر يطلع بيان ضده. لكن بيان هذه المرة يا أستاذ مصطفى بيستند على آراء الناس، على يعني ترافيس سكوت وإن هو بيروج للماسونية، أو إن هو شخص بيروج أيضا لفكر الأفرو سنتريك أو الأفريقية المركزية اللي هي ضد التاريخ الخاص بمصر القديمة. يعني في أفكار بناء عليها قالوا إن هو هيسيء لسمعة مصر. بص يا فندم، أنا دلوقتي عندي واحد من الأفرو سنتريك اجيبه مصر وافهمه الحقيقه وافهمه انه ده كلام مش حقيقي وانه ده كلام كذب، ولا اخليه منعزل عني فيقعد دعوته تزيد، واحنا عارفين ان الدعوه دي وراها اجهزه وراها افكار كتير لفكره محو الحضارات. يعني هو بالفعل بينتمي لهذا الفكر؟ حتى لو بينتمي، يعني انا ما اقدرش اثبت ان هو بينتمي ولا ما بينتميش بالظبط، وما اقدرش اثبت زي ما اقدرش اثبت انه حدوته الماسونيه وعباده الشيطان والحاجات دي اللي اتقالت من زمان على الناس اللي بتحب موسيقى الميتال والهيفي روك والحاجات دي، اللي هي الحاجات المزيكا اللي كانت وقتها في اخر التسعينات واول الالفيه انه غريبه على مسامعنا كمصريين، ففجاه حولناها انه ده عباده الشيطان. طيب احنا للاسف اي حد مختلف عننا لازم نطلع فيه بالبلدي المصري القطط الفاطمه، اوكي؟ انا في عندي انا مثلا انا شخص ضد تماما الافرو سنتريك تماما، وشايف انه ده عمل عدائي ضد مصر اصلا. طبعا حلو؟ بس انا برضو شايف ان الاخوه الكيميتيين بتوع القوميه المصريه بتوع الانعزال على نفسنا دول برضو ده عمل عدائي ضد الدوله المصريه. طيب دولة زي دولة. واحنا بنتكلم على نفس شخص يعني هذا المغني، في ايضا كلام كان بيتقال ان هو عمل حفله في جده مثلا وفي الامارات، فهو يعني دي مش التجربه الاولى ليه في دوله عربيه. الاخوه اللي بيطالبوا بمنعه بدعوه ان هو افرو سيرف هم اصلا خطر على الهويه المصريه والدوله المصريه، ده اول حاجه. الإخوة اللي بيدعوا إن هو بتاع ماسونية مفيش حاجة، يعني هو دي المزيكا اللي بيحبها الشباب زي ما ناس بتحب الخبط والرزق بتاع حسن شاكوش مثلا، هو بالنسبة ما بيفرقش كتير حالة الهيب هوب اللي بره ولا الراب اللي بالشكل ده، فهو في نفس الحدوتة احنا عندنا زيه ويمكن أكتر كمان. فعليا سبب المنع غير واضح. طيب في سبب قد يكون ممكن يعني نتكلم عليه شويه، يعني كلام على الاسباب اللي احنا لسه كنا بنذكرها يمكن يعني يختلف عليه البعض، لكن فكره امان هذه الحفلات وان الناس بتتكلم على التنظيم وان في سوابق لهذا المغني في حفلاته، ناس كتيره او عدد يعني من الجماهير بيفقدوا ارواحهم بيموتوا في الحفله نتيجه قله التنظيم، هل ده سبب يعني نقدر نبني عليه؟ لا ده حصل في حاله واحده بس. تمام، واحنا ما فقدناش جماهير في 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 في, في مباريات كره قدم مثلا، ما عندنا مباراتين شهيرتين فقدنا فيهم جماهير للاسف. تمام، احنا ما فقدناش جماهير في حفلات حصلت قبل كده، ففعليا والعالم وبيحصل في العالم وعادي وجدا، وانه يحصل تدافع ويحصل من الزحام ان مسرح يقع ده بيحصل عادي جدا جدا، فالراجل وصم بحادث حصل في حفله هو اتهاجم كتير جدا من هذه الحفله من عرب ومن اجانب، يعني الهجوم كان عليه كبير قوي في هذه الحفله. لا يا فندم، هو الحدوته كلها انه ده راجل مهمته، ده مش راجل مهمته يثبت مسرح ولا يحط قوائم تمنع التدافع ولا، يعني فاهميني، هو راجل بمهمته بيطلع يمسك المايك ويغني بس، مش شغلانته تنظيم ولا ترتيب مسرح، مش بتاعته. فهو فعليا احنا ومن يرى ان هو السبب في اللي حصل في الحفله ده مش حقيقي خالص، يعني بالمنطق وبالعقل. طيب ختاما يا استاذ مصطفى، لو هنسال على لا انا استاذنك في حاجه، انا استاذنك ان انا اقول حاجه. اتفضل. انه احنا
النهاردة لو في حد قرر من المطربين الكبار ولا بننظم حفلات كبيرة حاولنا نتواصل معاه بعد اللي حصل ده انسوا. أيوة أنا كنت هسأل حضرتك على سلبيات هذا القرار، ده هيكون يعني تأثيراته إيه على صورة مصر ما بين المغنيين مثلا اللي هم الكبار بهذا الشكل أو ليهم انتشار عالمي زي ترافيس سكوت، هل ده هيأثر على إقامة حفلات فيما بعد في مصر؟ طبعًا انسوا خلاص، مفيش نجوم كبار، مفيش حفلات كبيرة إلا بضمانات كتيرة جدًا جدًا جدًا. ماشي. الشخص اللي نظم اللي بينظم الحفله دي اللي اكيد دفع عربون ودفع دعايه ودفع ترتيبات ودفع ملايين، ارقام خرافيه اخترها وقعت في الارض لو الحفله ما اتعملتش. احنا عندنا ناس في قاعه بيوتها واخرين بره ما عندهمش على كل حال هتتضح التفاصيل الأكيدة خلال الفترة اللي جانا. بشكرك أستاذ مصطفى الكيلاني الناقد الفني، ولكن مجمل هذه القصة إن محدش عارف حتى وقتنا هذا الحفلة هتتعمل ولا مش هتتعمل، لكن كلها 10 أيام وأكيد يعني قبل انتهاء هذه المدة هنعرف إذا كان ترافيس سكوت هيعمل هذه الحفلة عندنا في مصر ولا لا. هنروح مع حضراتكم لقطاع الطيران المدني عندنا في مصر. النهاردة الرئيس السيسي كان بيعقد اجتماع حول هذا القطاع، ان احنا نسعى ان هو يكون بشكل افضل، ان احنا نطور المطارات، نطور من اسطول الطيران اللي عندنا في مصر، من شبكات الخطوط الجوية. وطبعا لما نتكلم على مستوى الطيران ده بيأثر بشكل كبير جدا على السياح. دايما لما بنيجي نقول ازاي ممكن نزود من نسبة تدفق السياح لمصر، لما نتكلم على ان السياحة تكون في صورة افضل، بيتقال من اول العوامل لازم نشتغل عليه هو الطيران، ويكون عندنا طيران داخلي لأماكن متنوعة ومختلفة في مصر، يكون عندنا يعني طيران مباشر أيضا لمختلف عواصم دول العالم علشان يكون فيه سهولة أكتر، وده بينعكس زي ما قلت على قطاع مهم جدا بالنسبة لنا وهو السياح. الرئيس السيسي بالتالي وجه ببعض التوجيهات الخاصة بهذا القطاع مواصلة الجهود المكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدني بهدف الارتقاء بوضعيته التنافسية الإقليمية والعالمية على النحو الذي يعزز التكامل بين قطاع الطيران والسياحة ويحقق إضافة ملموسة للدخل القومي. احنا محتاجين يمكن عندنا بالفعل يعني حصل تطوير، افتتحنا مطارات جديدة، لكن محتاجين اكتر، محتاجين ان احنا نهتم بشكل خاص بهذا القطاع. والحقيقة الرئيس يعني بيتابع بنفسه هذا الموضوع زي ما احنا شايفين النهاردة. خلينا نروح للدواء والانسولين. الانسولين اللي هو دواء كده صديق لمريض السكر أين كان عمره، لو طفل هو بالنسبة له بيكبر متعود إن هو معاه الإنسولين بتاعه وبيكمل حياته بهذا الدواء، علشان لو حصل بس نقص في هذا الدواء أو توفره بالنسبة له هذا المريض ممكن يفقد روحه وممكن يفقد حياته في الآخر. بنتكلم النهاردة على يعني هذا الدواء أو معاناة مريض السكر. بنتكلم عن هذه المعاناة علشان في نقص في توافر الإنسولين عندنا في مصر. تقدمت الدكتورة حنان عبدو عمار عضو مجلس النواب بسؤال إلى الدكتور حنفي الجبالي رئيس المجلس، موجه طبعا لوزير الصحة، حول آليات مواجهة أزمة نقص الإنسولين في مصر، إزاي نواجه نقص هذه الأزمة. يمكن عندنا في مصر بالفعل بنصنع يعني كميات من هذا الدواء، ولكن علشان نصنع احنا معتمدين على بعض المدخلات اللي بنستوردها من الخارج، فلما يكون عندنا أزمة في هذه المدخلات بالتالي هينتج عنه نقص في الإنسولين اللي بنصنعه في مصر، وأيضا بكل تأكيد ممكن يكون عندنا نقص في اللي بنستورده من الخارج. يهمنا نطمن على الوضع، يهمنا نعرف مريض السكر هل هيواجه أي أزمة أو بالفعل بيواجه أي أزمة في توافر هذا الدواء، يعني اللي زي ما قلت في البداية هو رفيقه طوال رحلة علاجه من هذا المرض. نطمن أكتر معنا على تليفون الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية. مساء الخير يا دكتور. يا فندم، أهلا وسهلا بك.
اولا يعني حجم النقص في الانسولين عندنا في الاسواق المصريه واصل لفين، وده نتيجه ايه يا فندم؟ بص حضرتك، اولا الانسولين لازم نكون محددين انهي نوع من الانسولين، لان الانسولين لحد 10 ايام يعني بدايه من 10 ايام الانسولين كله في مصر متوفر مفيش مشاكل فيه. ما قبل 10 ايام كان في صنف واحد بس هو اللي كميته كان قليله، وبقاله 10 ايام حاليا موجود وموجود كميات منه، هو بس صنف وحيد اسمه تروسيبا، هو ده الحاجه الوحيده اللي كان فيه مشكله وحاليا موجود بكميات كبيره. بقيه اصناف الانسولين موجوده، ولكن ايوه الانسولين اصلا علميا بيستخدم لعلاج ايه؟ ايه يا فندم؟ مع حضرتك. الانسولين بيستخدم لعلاج السكر. صحيح. تمام؟ في انواع من الانسولين بتعمل اعراض جانبيه ان هي بتخسس. ففي ناس ما عندهاش سكر بتستخدم هذه الانواع من الانسولين عشان تخس. حضرتك بتقول اذا ان الشرف في مصر عندنا مش بس من مريض السكر. لا بس هو علميا غلط. لكن احنا بنتكلم في اسباب النقص، هل ده ممكن يكون سبب ان احنا عندنا نقص في الانسولين في مصر؟ ان في ناس مش مريضه سكر بدات تقبل عليه علشان تخس او اي شيء يعني بهذا الشكل؟ لا 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 هو النقص الفعلي كان لنوع واحد من الانسولين وحاليا بقى موجود، التريسيبا ده اصبح موجود وموجود كميات كبيره. بقيت انواع الانسولين اللي موجوده اللي بتستخدم لعلاج السكر وبيساع استخدامها للتخسيس موجوده في الشكاوي في الاسعاف. طيب يعني دي نقطه ثانيه، احنا يهمنا نطمن على مريض السكر وتوافر الانسولين. مريض السكر الانسولين موجود وموجود مخزون يكفي 4 شهور. 4 شهور. متوفر في كل الاماكن يا فندم وبالكميات اللي بيحتاجها المريض؟ متوفر في كل الاماكن وبالكميات اللي بيحتاجها المريض، وانا مش عايز الناس تخزن وعايز الناس تاخد احتياجها وتنزل، هتلاقي كل مره بدل ما ناخد ونخزن ونحرم مريض تاني ونقول ان في مشكله. طيب في طلب الاحاطه اللي كان مقدم من النائبه في مجلس النواب بتتكلم على ان في نقص في الانسولين المصنع عندنا محليا في مصر نتيجه ان بعض المدخلات هي مستورده، فبالتالي في صعوبه في توفرها فادى في الاخر لنقص المنتج المحلي، ما صحه هذا الكلام يا دكتور؟ لا انا لا اعتقد ان الكلام ده دقيق، لان لسبب واحد، لانه اولا الانسولين المحلي يمس قطاع حيث الشرب واحد، يعني الناس اللي الانسولين المحلي بيتضخ منه 90% للمستشفيات الحكوميه، ده رقم واحد. فلو سمع هيسمع في القطاع الخاص، والقطاع الخاص اللي كان ناقص فيه فقط نوع واحد من الانسولين اللي هو بقيه الانواع الانسولين موجوده، ما حصلش فيها نقص. الانسولين المحلي موجود وموجود منه كميه، وبالعكس احنا حضرتك النهارده لما بنصنع الانسولين المحلي في مصر بنوفر دولار. اكيد. فانا مش هنقص الانسولين المحلي خلاص وفي نفس الوقت عشان اروح استورد يعني وكده يعني. هو المصنع محليا يا دكتور بيغطي قد ايه من استهلاكنا من الانسولين؟ بص حضرتك، المصنع بيغطي في هيد شير موحد المحلي حوالي 90%. حوالي كام يا فندم؟ للقطاع الخاص المصنع بيغطي حوالي 20%. 20%؟ ولكن بنستورد 80%. بنستورد 80% في القطاع الخاص. تمام. على كل حال حضرتك يعني بتطمن حول يعني توافر هذا الدواء ان هو موجود، واللي كان ناقص خلال الفتره اللي فاتت اصبح متوفر حاليا. حضرتك في رقم اللي هو 15301. ده رقم ايه يا فندم؟ 15301 ده رقم الهوت لاين
الخط الساخن لهيئه الدواء، اللي مش لاقي دواء او عاوز انسولين يتصل بيه بيقولوا له موجود فين ويجيبه بسعر كام. عظيم، انا بشكرك جدا دكتور علي عوف رئيس شعبه الادويه بالغرفه التجاريه. الدكتور ادانا في الاخر رقم اي شخص عنده نقص في دواء يتصل على الخط الساخن 15601، ده الرقم الخاص بهيئه الدواء وهيئه الشراء الموحد علشان تعرف فين الادويه اللي انت عايز توصل ليها اذا كان مش لاقيها في الصيدليات اللي حواليك. طيب نروح لمحافظة قنا، ومحافظة قنا اللي حاليا بقت شهيرة بالعدوى المنتشرة فيها، وكنا قلنا أحدث التفاصيل الخاصة بيها أمس إن اتسحبت عينات علشان يتبين إيه طبيعة المرض المصاب بيه الناس في محافظة قنا. النهاردة وزارة الصحة بتعلن إن في إيجابية بعض التحاليل لبعض المرضى، إيجابية لإيه بقى؟ لمرض حمى الدنك. المرض ده اللي كان الحقيقة في تخوف أو في بعض الناس بتقول إن يعني الحمى دي هل هي خطر، هل هي ممكن تتفشى بشكل كبير، طب أعراضها عاملة إزاي، وكان في يعني كلام كتير حولها بمجرد ما تم الإعلان عن انتشار هذه العدوى في إنا. لكن حتى الآن الأعراض بسيطة أو لا تستدعي دخول المستشفى زي ما أشار امبارح الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، إن الأعراض هي سخونية، هي تكسير في العظام، هي دي كلها أعراض الحمى حتى الآن للمصابين. لكن المجمل والجديد النهاردة إن بالفعل طلعت الأعراض المنتشرة هي أعراض هذه الحمى بناء على تحليل بعض العينات الخاصة بالمرضى المصابين بهذه الأعراض. نتمنى طبعا الشفاء ل يعني ابناء محافظه قنا، وان ما يكونش في انتشار اكبر، وان يكون في حاله كده من الوعي، الكل يكون عارف الادويه اللي ياخدها طبعا بناء على زياره الطبيب، مهم جدا في هذه الاوقات ما يكونش في انتشار للخوف والهلع وان احنا نشعر وكان هذا وباء. احنا شايفين يوم بيوم الوزاره بتتابع، يوم بيوم بتقول الجديد وبتتخذ الإجراءات اللازمة، فبالتالي ما فيش أي داعي أن يكون في تخوف أو مبالغة في الموضوع، وبكل تأكيد بنثق طبعا في يعني الإجراءات اللي بتاخدها وزارة الصحة من أجل صحة وسلامة المصريين. خلينا نروح لتكريم الحقيقة لشخصية تستحق هذا التكريم. الرئيس السيسي كان سبق وكرمها، والنهارده شايفين تكريم جديد من وزيرة الهجرة للأستاذة فيبي وصفي، ويعني النهاردة ده كان بيأتي في إطار استقبالها من قبل السفيرة سهى الجندي وزيرة الدولة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج. استقبلت السيدة فيبي وصفي وهي مديرة مدرسة فلوباتير كوليدج المصرية الموجودة في كندا، وزي ما قلت لحضراتكم كان سبق وكرمها الرئيس السيسي أثناء فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في اسكندرية، زي ما احنا شايفين كده على الشاشة دي لقطات من التكريم. النهاردة استقبلتها السفيرة سهى الجندي، وكان أيضا بصحبتها القس بشوي وصفي راعي كنيسة السيدة العذراء مريم في مقاطعة ميسيساغا في كندا. هذه السيدة الجميلة الحقيقة أشادت بيها بشكل كبير جدا السفيرة سهى الجندي، وأكدت أنها كانت يعني حريصة بشكل كبير على جهود التنمية المستدامة وبناء الوطن، وأكدت أن ليها جهود بارزة جدا في كثير من المشروعات وتوطين الخبرات، زي ما احنا يعني بنأكد دايما أن احنا بنكون سعداء يكون عندنا نموذج مصري ملهم بهذا الشكل. وقالت أنها تستحق يعني هذا التكريم بشكل كبير على جهودها، وجملة كده محتاجين نبروزها ان هي معتزة بمصريتها، بمجرد يعني ان هي سابت مصر حتى لو هي كانت عندها 10 سنين سابت مصر وسافرت الى الخارج، ان هي بتنسى بلدها او تنسى وطنها والكلام ده كله، لا هي فضلت معتزة بهذا الوطن وبمصريتها، وفي الاخر يعني بترفع اسم مصر بشكل كبير. نخرج نعرف من هي السيدة فيبي وصفي في العرض المعلوماتي التالي.
بنهنيها طبعا بهذا التكريم وبكل فخر، يعني بنكون سعداء ان عندنا مصريين بيمثلوا مصر بهذا الشكل المشرف. نختم معاكم فقرة أخبارنا بأحدث تطورات أزمة القمح أو الحبوب واتفاقية الحبوب اللي كنا قلنا في خلاف عليها، نتيجة أن روسيا قالت أن هي مش هتنضم أو بتعلق انضمامها لهذه الاتفاقية، علشان بتطالب أن هي أيضا يكون في تسهيل لنقل الحبوب الروسية. الجديد النهاردة أن الكرملين بيقول أنه مستعد، روسيا بتعلن استعدادها أن هي تزود كل الدول المحتاجة للحبوب مجانا. ده قد يكون تصعيد أو خلينا نقول تحدي لأوكرانيا، اللي هي أيضا كان ليها تصريح النهاردة أن هي ممكن تصدر الحبوب الخاصة بها عن طريق البحر الأسود دون الحاجة إلى هذه الاتفاقية. فإحنا شايفين كل جانب الحقيقة بيتعنت في هذا الموضوع، لكن السؤال مين اللي هيدفع هذا الثمن؟ هل فعلا يعني الدول اللي بتحتاج لهذه الحبوب هتوصل ليها بالمجان في حالة طلبت من روسيا زي ما روسيا النهاردة بتعلن، أو في حالة أن هي كانت حليفة لأوكرانيا هتقدر أن هي توصل للحبوب وأن أوكرانيا هيكون عندها إمكانية نقلها عن طريق البحر الأسود دون أن ترفض روسيا هذا الإجراء؟ ده السؤال، لأن اللي يهمنا هو أن احنا بنتكلم في غذاء الإنسان. احنا بنتكلم زي ما بنأكد دايما، هم كانوا من أكبر الدول المصدرة للحبوب، ونتيجة الأزمة الموضوع الدول تدخلت علشان الموضوع ما يتفاقمش أكتر ونوصل لمرحلة المجاعات ونقص الغذاء. فلا يا جماعة، نعمل اتفاقية وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة يكونوا فيها برعاية تركية. ولكن النتيجة النهاردة شايفينه روسيا بترفض يعني الاستمرار في هذه الاتفاقية بناء على شروط اللي هي حطاها يعني علشان تستمر فيها. روسيا بتتمسك بموقفها في هذا الموضوع وبتواصل بشكل مستمر مع الشركاء في القارة الأفريقية، يعني بتواصل التواصل معهم وبتأكد أنه هيكون في استمرار لمناقشة الإمدادات من روسيا إلى أفريقيا في القمة الروسية الأفريقية واللي هتنعقد في نهاية هذا الشهر. فيمكن القارة الأفريقية بشكل كبير بتابع هذا الموضوع بشكل مختلف، لأن احنا بنستورد من يعني الدولة الروسية أو من أوكرانيا هذه الحبوب. فهنا روسيا بتدعم القارة الأفريقية بشكل ما وبتصدر بعض الوعود واللي قالت هتعلن عنها في القمة في نهاية هذا الشهر. يعني دي كانت أحدث التطورات الخاصة بموضوع الحبوب. بكده نكون وصلنا لختام فقرة أخبار النهاردة، لسه حلقتنا مكملة معاكم، وبعد الفاصل هنتكلم على فكرة مساعدة إخواتنا السودانيين اللي يعني بيهربوا من ويلات الحرب في السودان، ولما بيجوا عندنا في مصر مين بيساعدهم وبيساعدهم إزاي. هنتكلم بعد الفاصل عن تفاصيل أكتر حولهم، استنونا.